بكم أعزائي الفلاول، مرحبا بكم معنا توجور في محل أثاث الثقة. أثاث الثقة كما عودتكم كل يوم جديد، كما بعد ما دار خونا أسامة لو فيديو تاع لو باك هذا لو صالون كومبلي. الأخ اليومي راهم مبليدة، راهو موزايا، شو اسم الموزايا، راه استفاد معنا من العرض. خويا العزيز بالبركة عليك، واش تقولنا على أثاث الثقة، واش تقولنا على السلعة؟ لا ما شاء الله، أنا عجبك العرض؟ الله يسلمك، أنا العرض عجبني. وانا شريت وجهك ربي يحفظك. انا جيت على اساس بنشري طابله، حتى عشيت الدايه بايو طابله وصالو كوبلي. هذا قال لي نصحني باش نشري صالو، قلت له الا تبعني انا راح نبيع لك صالو من صنع محلات اثاث الثقه. لاماتير تاعو جالاكسي، حاجه ما شاء الله اونتيطاج في الباولو، قاعده تاعو ديتروت لون كادرومون تاعو كامل داخل بالبواروش، ولي بي تاعو في لو اتر. الصالون هذا بعد ما كان يدير 3 مليون 800 16 مليون 800 واش فيه؟ نبدا لك منها فيه هذه طابل جيغون، فيه طابل باس بها بولادها، ولا خير الموديل اللي عجبك، ولو صالون بيان سور، وزيد ارجونتري دو كوان 16 مليون 800. خويا العزيز بالبركه عليك، الله يسلمك ويعطيكم الصحه يا خويا، وبارطاجي خلي لا فامي يشوفوا، العائله كبيره، حنا المهم رانا عاد وعدنا اللي تخرج على الثقه، اسم الثقه شينا الثقه. الحمد لله يا خويا، واش نقول لك ويعطيك الصحه ثاني بلا مزيه بلا مزال، شريت لك لدارك ربي يحفظك، الله يسلمك ويعطيك الصحه يا خويا. واش نقول في الاخر معليا، غير نقول لكم بارطاجيو وخليو لا فامي يشوفوا، العائله كبيره، اتصلوا بينا رانا هنايا، السلعه توصل عندك للدار وخلص الدار يا عمار. السلام عليكم، يعطيكم الصحه.